وكمان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اهدى درع وعلم النادي الى وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه خلال زيارته الرسميه لمقر النادي بالجزيره. ضم وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه انطونيو سبينيس رئيس الاتحاد الدولي واللواء ناصر الرزوقي نائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد الاسيوي للكاراتيه، وكان معهم الدكتور ابراهيم القناص نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي واتحاد غرب اسيا، وبشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد البحر المتوسط، والاستاذ محمد الظهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائبه حسام عجور وعبد الفتاح النجار المدير الفني لمنتخب مصر، والدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي. والحقيقه كابتن محمود الخطيب كان حريص هو وكل اعضاء مجلس الاداره على الترحيب بالوفد اللي قام بزياره رسميه للنادي، طبعا انطلاقا من الدور اللي بيلعبه النادي الاهلي في دعم اللعبه على صعيد المنتخبات الوطنيه، واللي تكلل مؤخرا بانجاز كبير تتويج جيانا فاروق نجمه منتخب مصر والنادي الاهلي في الكاراتيه بالميداليه البرونزيه في اولمبياد طوكيو 2020. من جانبه قام الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي باصطحاب الوفد في جولة داخل النادي، وكان حريص على التقاط الصور التذكارية مع الجميع ومع دولاب البطولات التاريخي بالنادي، وكل يعني كل أعرب عن سعادته بزيارة النادي الأهلي صاحب الريادة العربية والإفريقية في مختلف الألعاب الرياضية. رائع جداً.